صاحبي راني قلت لي خا تسري ليا ولا تصدع وخلينا اخويا بخير وعايشين بخير وعلى خير. عايشين في القرا قلت في الحين هذا هو بخير. وانا عاش بيتي تلت نظر كل راجل كل راجل وخلينا نبقاو البلاد من والا. نخليو البلاد من والا بعيد مني طلعت خويا عاد خبيثة. تنتمنى تكون هذه المسرحيه هذه لاقت الاعجاب ديالكم وكما شاهدتوا من التفاعل ديال الجمهور. وتنشكر الشباب اللي تحمس معنا وقام بهذا العمل هذا الجبار لانه ماشي ساهل باش يقوموا بواحد العمل بواحد 25 يوم. ومسرحيه من تاليف عبد الحق المهدم والاشراف العام لميا حجيره اللي تنشكروه من هذا المنبر وتنشكروا اصوات اللي جات وواكبت معنا هذا الحدث. السلام عليكم، معكم عواطف حميدتاش ممثله مسرحيه. كما شفتوا العرض داز مزيان في ظروف جيده. كنشكروا الناس اللي حضروا معنا وكنشكروا دار الشباب اللي تحت لنا هذه الفرصه وكنشكروا المنظمين كنشكروا المخرج كنشكر اي واحد كان عنده يد في هذا النجاح هذا. واخا اول مره ليا اول مسرحيه ليا كانت الصراحه احساس زوين وما نقدرش نوصف لك الاحساس ديالي. وكنتمنى ان شاء الله تعجب الناس اللي جاوا تفرجوا وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم. لعبنا المسرحيه داكشي تاع الناس القدام فاش كان القايد فاش كانوا دوك الشيوخ القدام فاش قلنا علاش ما نديروش داكشي القديم ونلعبوه. عطاني انا الدور ان داك القايد تيظلم وبانه خويا مشى عنده ترجاه وطلبوا ما عطاش الارض ديالو. وانا جيت كوسيله باش انني ناخذ الارض ديالي لان الشيخ شويه زهواني. وقلنا علاش ما نديروش هاد الحاجه نتفق انا وخويا ونديروا هاد الحاجه ونديو الارض. والصراحه تمت بنجاح ان مشى خويا كما قلت لك مشى خويا كيطلبوا قال لي عطيني الارض ديالي قال لي لا شد لي الارض ديالو. كما كتعرفوا ان القدام كانوا ما كياخذوش الحق لبعضياتهم شد الارض ديالو عطاها لوحده اخرى. جيت انا ما عرفت بانه زهواني قلت لي علاش ما مشيش انا نجرب. مشيت انا تحلونت عليه درت هكا وهكا كما غتشوفوا في المسرحيه ومهم ورجعنا في الاخر الارض ديالنا رجعنا الحق ديالنا. مسرح صعيب هو المسرح ماشي سهل ولكن صراحة زوين كتاخذ منه تجارب بزاف كيعطيك واحد اش بغيت نقول لك واحد الثقه في النفس. لان ما نكذبش عليك ماشي التلفزه هي المسرح شي حاجه صعيبه كتكون اون ديريكت مع الجمهور. خصك تعرف كي تهضر خصك تعرف كي توقف خصك تعرف كي تمشى خصك تعرف كي تعطي الحوارات خصك الا كان معك شي صاحبك اكيد كي تهضر انت وياه. المهم هو صعيب ولكن في نفس الوقت زوين. شحال تقريبا دابا هذا العام الثاني ليا في المسرح عامين. تمنيت انا نخرج ممثله مشهوره وفي نفس الوقت ناتي واحد. انا ما نكذبش عليك عندي بزاف الاحلام عندي بزاف تاع الرسائل اللي بغيت ناتيهم من خلال التمثيل. كامنيتي ان شاء الله نولي ممثله مشهوره. كندور كنشوف كنشوف المجتمع من المراه مطلقه مراه مجوجه هذه داز عليها مشاكل هذه قلت علاش لا ما نمشيش للمسرح نتعلم ياك ونقرا ونمشي نمثل. انا باغا نمثل داكشي اللي كيدور بالمجتمع ديالنا نعالجوا القضايا ديال المجتمع ديالنا داكشي علاش انا ماشي مقدمه ديالي.
رسالة ديالي أنها كنشكر كاع الناس اللي ساندونا واللي شجعونا، وكنقول بأن ما نكذبش عليك المسرح شي حاجة زوينة، علاش لا ما يجيو الشباب ديال دابا يجيو للمسرح؟ لأن بصح نيت كتنفعك حتى في الخدمة. أنا كنقرا ونهار مشيت ندوز الستاج كنت ما كنقدرش نهضر، كنت ما كنقدرش نشوف شي واحد، كنت هاجي كان نمشي درت المسرح ومشيت للستاج وليت مطلوقه، تنعرف نهضر، نعرف ندير مع الناس، فهمتي؟ الصراحه المسرح شي حاجه اللي زوينه زوينه. كان من تاليف عبد الحق المهم. من عند، شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.